مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. النظام التعليمي في العراق. كان العراق يمتلك نظاما تعليميا من أفضل أنظمة التعليم في الشرق الأوسط حسب منظمة اليونسكو، وكانت نسبة من يقرؤون ويكتبون في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عالية جدا، وكادت الأمية أن تختفي. اليوم وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على ذلك التاريخ، أظهر مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خروج العراق ودول عربية أخرى من المؤشر، لأنها تفتقر لمعايير تنافسية كثيرة. تقول اليونسكو إن الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق دمرت نظامه التعليمي وأعاقت حصول الأطفال على تعليم جيد جدا. فهناك اليوم قرابة 3,200,000 طفل في سن الدراسة ولكنهم خارج المدرسة. وفي مسح أجرته المنظمة الأممية مؤخرا، ظهر أن 54% من الأطفال العراقيين من الخلفيات الاجتماعية الفقيرة لا يكملون تعليمهم الثانوي. يواجه نظام التعليم في العراق عدة مشاكل، منها المناهج القديمة جدا التي تجبر الطلاب على حفظ حقائق وأرقام معينة دون مراعاة الذكاء، ويركز على فردية المتعلم من حيث الحفظ والذاكرة والدروس النظرية فقط. هذا بالإضافة إلى نقص فرص التدريب وتأهيل الأساتذة العراقيين، رغم وجود كليات لتدريب المدرسين والمعلمين، كونها تفتقر للموارد وتدار بشكل سيء. من بين 394,000 معلم تقريبا، هناك حوالي 292,000 مؤهلون أكاديميا، بينما 100,000 معلم لديهم معلومات قديمة ويحتاجون إلى إعادة تأهيل. وأظهرت دراسة اليونسكو حول التعليم في العراق أن مشاركة المؤهلين في التعليمين الابتدائي والثانوي قد انخفضت بنسبة 4% عام 2016، تبلغ نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 91%، وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى 36% في المرحلة المتوسطة، ثم تنخفض أكثر إلى 18% في المرحلة الثانوية. أما نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعات فهي 14% فقط، وهكذا فإن نسبة 73% من مجموع الملتحقين بالمرحلة الابتدائية قد تسربوا من المدارس في نهاية الدراسة. أعلى معدلات التسرب هي بين الإناث، ونسبتهن 11.4% مقابل 5.4% فقط من الذكور. وفي عام 2016 أدى فشل الطلاب في الاختبارات إلى وجود أكثر من 107,000 طالب بعمر أكبر من أقرانهم في نفس الصف، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين الذين لم يلتحقوا بالمدارس 355,000. تنفق لوكسمبورغ على سبيل المثال قرابة 20,000 دولار على كل طالب، وإندونيسيا 1,200 دولار للطالب الواحد، بينما في العراق ينخفض الإنفاق إلى 600 دولار فقط. وفي عام 2016 خصص العراق أكثر من 5 مليارات دولار للتعليم، لكن 90% من ميزانية التعليم هي تشغيلية فقط لتغطية رواتب الموظفين. كما يوجد في العراق أكثر من 15,000 مدرسة ابتدائية، 35% منها بلا مبان، ومن بين أكثر من 4,000 مدرسة متوسطة في العراق 30% منها ليس لديها مبان خاصة بها، ونفس هذه النسبة لأكثر من 2,000 مدرسة ثانوية. علاوة على ذلك، هناك 4,500 مبنى مدرسة ابتدائية تقريبا يحتاج إلى إعادة تأهيل، وبالنسبة لمباني المدارس الثانوية فيبلغ عددها 1,280، وهناك أكثر من 1,800 مبنى مدرسي غير ملائم للدوام على الإطلاق.